السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامج أنا الأصم. موضوعنا لهذا اليوم حول الوحدة الوطنية. إن التنوع حقيقة يجب احترامها وتقبلها في المجتمع الواحد، وتقتضي التراحم بين الأفراد في نطاق المجتمع الواحد وبين الشعوب والأمم. من هنا كانت الوحدة الوطنية لها دلالاتها الكثيرة كسلامة المجتمع من الأخطار التي تحيط به. فيكون هذا التماسك مثل بالنسبة له وسيلة النجاة. يجب أن يكون أفراد المجتمع يدا واحدة، ويتم ذلك من خلال توجيه المواطنين وغرس الوطنية ومصلحة الوطن بهم منذ الصغر، وتنبيه المجتمع دائما بأن الوحدة الوطنية هي أساس كل شيء، وهي التي تقوي الأمة وتطورها. ومن أكثر العوامل التي تؤدي إلى زيادة تماسك المجتمع واستقراره هو تقبل كل فرد فيه للآخر، وتعود الوحدة الوطنية على المجتمع والأفراد بنتائج إيجابية عدة، أهمها الاستقرار وتغليب لغة الحوار، بالإضافة إلى حماية المكتسبات التي تم تحقيقها. الآن سنترككم مشاهدينا الكرام مع الفقرة الختامية لبرنامج أنا الأصم. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في ورشة الصم. يسرني استضافة معلمة الصم أمينة، أهلا بك. رسمتنا اليوم حول موضوع الوحدة الوطنية. لنبدأ. وصلنا إلى نهاية الحلقة، وإلى لقاء آخر في الأسبوع القادم، وشكراً أمينة.